لغيها ثلاثة وخمسة في بداية البحث مع المساعدة كان قرأنا هذا حول الميتة. قال مما يحرم تجارة به هو الميتة، وبين الشارح أن المقصود بالميتة ليس مطلق الميتة، وإنما المقصود منه هو الميتة، يعني المقصود من الميتة ليس كله، يعني الميتة بكله، وإنما المقصود من الميتة هو ما كانت تحله الحياة من أجزائها دون ما لا تحله. هل هذا يشمل الميتة مطلقا أو هو بخصوص بعض أنواع الحيوانات؟ يعني هل أن الميتة التي لا يعني التي يحرم التجارة بها يعني لا يحرم التجارة بها، هل هذا يشمل جميع أنواع يعني جميع الحيوانات التي تصبح ميتة، أو أنه يختص بعض الحيوانات دون بعض؟ أي حيوانات؟ يعني ما تبقى المقصود هذا اللي هي بالاصل كانت طاهره وبعدين صارت نسبه ليه. نعم، هذا الرقم الجيد عفوا. هذه هذا التفصيل في قبال اي شيء، في قبال تفصيل خاص لبعض الحيوانات اللي هذه تذكر كتفصيل او انه فرض، يعني هل احنا جايين نذكر هذا باعتبار انه يوجد يعني فرض في المقام او لا، هذا في خلال ذكر خاص، يعني في خلال تفصيل خاص موجود في هذا الباب. يعني هل هذا التفصيل المقابل، يعني هل الان تقول احنا بالميتة الاجزاء التي تقصد من الميتة، يعني ليس كل الميتة وانما الاجزاء الميتة، يعني معناها الاجزاء التي تحلها الحياة، هل هذا في خلال تفصيل مذكور او انه في خلال تفصيل فرضي؟ يعني نفرض انه لو كان الحيوان يعني لو كان الحيوان ليس طاهر الذات فإنه لا يحرم كما تحرم الميتة هنا، يعني هو هذا فرض موجود أو لا ليس موجود أصلا؟ يعني هل هذا الفرض اللي بيكون في قبال هذه الميتة، لأن الميتة احنا بنفصل نقول الميتة المقصود من الميتة أجزاء الميتة التي كانت تحلها الحياة دون التي لم تكن تحلها الحياة، هذا اللي في قبال هذا اللي هي الميتة التي لا يفرق فيها بين الأجزاء الحية والأجزاء غير الحية، هل هذا فرض في الأصل في الفقه أو لا؟ هو أصل يوجد شيء موجود عندنا ميتة لا يفرق فيها بين أجزائها الحية وغير أجزائها، هل هذا فرض أصلا أو لا؟ يوجد عندنا مثال لهذا الكلام. مثال ماذا؟ اسمه ما هو؟ نعم، لأن هذا مو فرض، إنما هذا في خلال تفصيل آخر أن بعض أنواع الميتة أو بعض الحيوانات لا تصح التجارة بها حية أو ميتة، لأن ميتتها لا تفرق فيها بين يعني بين الأجزاء التي كانت تحلها الحياة أو لا. هذا يدرك هنا. بعد ذلك قال بأنه يحرم التكسب بالدم، و قال بأنه قد يكون هناك للدم نفع حكمي، يعني قد نأخذ منفعة خاصة، هذه المنفعة الخاصة حتى وإن فرضت لا يجوز. ما هو السبب في مثل هذا الأمر؟ أنه المنافع الخاصة أو المنافع الحكمية هذه اللي أشار لها قد لا تصل إلى حد اعتبار الدماء مما يكون يعني موضوعا للتكسب، ما هو السبب في ذلك؟ جيد، لكنه هذا النفع الذي أشار إليه لماذا لم يصل إلى الحد الذي قد يعني يخرجه من كونه مثلا ممنوعا التكسب به إلى كونه مثلا مسموح التكسب به، ولو بلحاظ هذا الأمر، يعني كما أنه يمكن مثلا اعتبار بعض الأشياء التي تنجست من قبيل الدهن مثلا قد خرجت مثلا بمورد خاص مثلا أو بتخصيص مثلا أو باستثناء،
لماذا لم يخرج هذا؟ كأنه ماذا؟ كأنه هذا النفع النفع الحكمي كما أشار إليه. هذا يعني ما هو يعني المانع أن يكون سبب لإخراجه من هذا من حيز هذا المنع إلى حيز التجويد؟ هل هناك خصوصية لهذه المنفعة؟ هذه المنفعة اللي هي وصلت يعني بقيت يعني حيادية كما يقال موجودة ولكنها لا تؤثر. هل هذه المنفعة لها خصوصية غير المنفعة اللي ممكن تفعل مثل هذا الفعل؟ يعني إذا كانت المنفعة لغير ما نطبق على الطهارة مثل يعني نقرأ بالدم مثل ما نطبق على الطهارة صار ما نطبق على الطهارة صدق ما نطبق على الطهارة ولكنه ما جوز. إنما لأنه على الطهارة إنما. لازم هذا يطبق الحالة ما أنت ليش تطبق لازم أقل طبق الدم طبق أحمر الدم أو أطبق لي مثلا تبشي الدم ما يكون مشكلة يعني ما مشروط أن الحالة الخارجية على أقل تقدير مثلا أو أطبق لي مثلا حالة مثلا الطابل أو بشيء بعيد عن استعمالي خاص مثلا لأسرع من المانع مثلا يعني كأنه النفع إلى خصوصية إلى خصوصية من جهة أنه ما يصل إلى حد المنفعة المقصودة اللي العقلاء كأنه يعتقدون أن هذا أمر يجوز لهم مثلا أن يتنافسوا عليه حتى يكون مجوز حتى يكون هذا كأنه نوع من أنواع المالية لأنه إحنا أساسا هذه الأمور أساسا يعني لأنه ما أثرنا في بداية البحث هذه الأمور إنما لم تكن سبب لي أو لم تكن مثلا موضوع للتكسب لأن ماليتها ملغاة الشريعة ليس للدم مالية ليس للخنزير مالية ليس للخمر مالية لا ليس له مالية بالنسبة إلى المسلم فإذا وصلت المنفعة التي يتوقعها العقلاء إلى حد المنفعة المقصودة يعني التي يتنافس عليها العقلاء سواء كنت تنافسوا عليها اختياراً يعني حاجتهم كانت اختيارية أو كانت حاجتهم غير اختيارية عندنا يمكن أن يخرجه مثلاً من هذا لكنه حيث أنه هذه منفعة خاصة قد يكون هناك واحد من مليون شخص قد يحتاج الدم لصبغ حائط مثلا هذا ما يخرجه مثلا عن كوني ماذا؟ من كوني محرم شنو رقم كون عفوا؟ 9 البقية ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ووفقنا جميعا العاملين في العلم والعمل الصالحين كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ في الحديث عن هذه الظاهرة الاجتماعية وهي ظاهرة غريبة وتقدم الحديث حول ما ورد في كلام شارح من بيان بمعناها ووقع التساؤل حول يعني أمرين فأحدهما نؤجله والآخر نبحث فيه الأمر الذي نؤجله يعني الذي يعني أشرنا إليه ولكن نؤجله باعتبار لعله يكون هناك شيء قد خفي عنا وهو أنه هل تختص الغيبة بالبالغ أو تختص أو هي ممكن أن تكون شاملة لل يعني للإنسان المكلف وغير المكلف هذا قلنا بأنه حسب عبارة الإطلاق موجود يمكن أن نقول بأنه شامل لأنه لم يفصل في هذا المقام ولكن قد يكون هناك شيء آخر يعني قد خفي عنه الأمر الآخر ما تفضلت به أحد الأخوات وهو السؤال حول أنه يوجد إمكان لعزل مثلا قول بعضهم مثلا الشعب الفلاني كذا مثلا أو مدينة الفلانية كذا مثلا يقول شخص مثلا مدينة العمارة كذا أو أهل العمارة كذا أو أهل مثلا البصرة كذا أو أهل مثلا النجف كذا هذا عندما ينسب إليهم عيبان فإن هذا قد يعد غيبة لا أنه يعد ماذا لا أنه يعد إهانة حتى قلنا أولا
حديثنا في مثل هذه يعني في مثل هذه الصور من الأقوال ربما يكون ماذا ربما يكون محتاجا إلى تفصيل أكثر. وذلك أولا نحن أشرنا في الدرس الماضي أنه من الممكن أن يكون هذا الكلام غيبة، ولكن عند التدقيق أكثر والتأمل في ما أشار إليه الشارع سنجد أنه يمكن لنا يعني يمكن لنا اعتبار هذا الكلام ليس غيبة. يعني لماذا؟ لأنه الإنسان عندما يتحدث عن مجموعة أشخاص ويريد مثلا أن يرتابه فإن عملية الغيبة تتوقف على ماذا؟ تتوقف على العلم التفصيلي، بمعنى أنني عندما أريد أن أتحدث عن زيد وأريد أن أرتابه فمعنى ذلك أنني أطلع على عيبه ثم بعد ذلك أذكر هذا العيب لمن لا يعلم مثلا لمن لا يعلم بهذا العيب، فهذا يكون ماذا؟ يكون متفرعا عن علم التفصيل بوجود العيب، هذا واحد. ثانيا يشترط أيضا كما أشار يعني الشارع يشترط أيضا أن يكون المغتاب يعني الشخص الذي يغتابونه متصفا بما يغتاب به. مثلا أنا أفرض أنه شربت الخمر فهو اطلع شخص على شرب الخمر، نعم لو اغتابني مثلا تحدث قال فلان شرب الخمر هذه غيبة لأنني ماذا فعلا استفعلت ذلك ولم يطلع أحد، فيجب مثلا يعني يشترط يعتبر في أنه في تسمية ذكره لي يعني حديثه عني قوله عني بأني قد شربت الخمر يشترط فعلا أنني شربت الخمر بالفعل وإلا كان ماذا كان بهتانا. هذا مقدمتان. نقول عندما يتحدث الإنسان عن مدينة فيقول مثلا مدينة النجف كذا مثلا أو أهل النجف مثلا كلهم مثلا جبناء مثلا أو أهل النجف يتصفون بالجبن، هذه أهل النجف يتصفون بالجبن. أولا حتى تكون غيبة لكل واحد من هؤلاء يشترط الفقهاء في الغيبة أن يتصف جميع المغتابين بالصفة، وهذا يعني أنه قد حكم على محافظة تامة كاملة بماذا؟ باتصافها بصفة واحدة، وهذا أمر بعيد جدا أنه يمكن أن لعله نفرض أن هذا الأمر يمكن موجود، نقول يمكن أن يكون فعلا أهل النجف كلهم مثلا جبناء صار عقلا ممكن، ولكنه في الخارج يجب أن يكون هذا الإنسان قد اطلع على كل شخص موجود في هذه المحافظة يعني رجالا ونساء بتفصيل، وهو اصطناعه على أنهم جميعا يتصفون بهذا الصفة، وهذا ماذا؟ هذا أمر يعني هذا أمر بعيد، هذا أمر بعيد جدا. فمن هنا يمكن لنا أن نقول أن الإنسان عندما يتحدث عن محافظة كاملة ويقول مثلا أهل النجف مثلا باعتبارنا الآن محسوبين عليه حتى نتحدث عن المحافظة اللي يكون بها، نقول أهل النجف جبناء هذا أشد من الغيبة. لماذا أشد من الغيبة؟ يعني ليس غيبة اصطلاحي، نعم هو بالنسبة إلى بعض الأفراد الذين اطلع هو على مثلا على عوراتهم وقصد أن يشير إلى جبنهم غيبة واضح، ولكنه بالنسبة إلى بقية أهل النجف ليس غيبة. لماذا؟ لأنه من البعيد جدا أن تجد محافظة مثلا مقداره مثلا يعني عدد أهلها مثلا مليون أو مليونين شخص ويكون كلهم مثلا جبناء، يعني هذا أمر بعيد جدا لأنه يعني هذا أمر يعني قد نقول بأنه شبه مستحيل. فعلى أقل تقدير يوجد شخص واحد على أقل تقدير يوجد شخص واحد ليس بجبان من أهل النجف. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يعني هذا الكلام من جهة من اطلع هو على يعني من جهة أنه من جهة من اطلع هو على اتصافهم بصفة الجبن، وهذا أمر طبيعي أن الناس فيهم الشجاع وفيهم الجبان، من جهة أنه أشار وأراد الإشارة إلى هؤلاء الذين اطلع على جبنهم فهي غيبة، لأنه يريد ماذا؟ يريد أن يذكر صفة من صفاتهم التي لا يعرفها أحد سواه. وأما من جهة الذين لا يتصفون بصفة الجبن مثلا الشجعان من أهل النجف فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر بهتانا. فإذا هذه عندما يقول شخص بأنه أهل المحافظة الفلانية مثلا أهل بغداد أو أهل النجف أو أهل البصرة أو غير محافظة أي محافظة أو أي مدينة أو أي بلد أهل العراق مثلا يقول مثلا جبناء أو يتصفون بالجبن،
فهذا يعد أشد من الغيبة. من جهة ماذا؟ من جهة أن من اطلع على اختصاصه بصفة الجمل غيبة، إذا كان يريد أن يشير إلى هذه إلى هؤلاء، ومن جهة من لم يطلع عليهم هو ماذا؟ هو بهتان، وهذا يكون ماذا؟ يكون أشد من الغيبة كما هو واضح. طبعا يعني كان البارحة تأمل في هذه القضية مع بعض الأخوة، وإن شاء الله هذا الذي يعني يمكن قوله في هذا المحل. هنا أشار الشارح أيضا إلى أن هذه القضية وهي قضية الغيبة، طبعا وإن كان حصل لها كلام يعني كلام في مسألة التفصيل، يعني مثلا الغيبة بأي شيء تحصل، الأصل في الغيبة أن تكون قولية، يعني أن تكون بالقول. وقع الكلام بين الفقهاء في قضية الغيبة بطرق أخرى، يعني بالطرق التي هي الإشارة، التي هي الفعل الحاسي وما شابه ذلك، والتعريض وغير ذلك من يعني من الأمور. هنا يعني بعضهم يعني بعض الفقهاء أشار إلى أن القضية كأنها ماذا؟ كأنها التعميم، يعني التعميم في هذه القضية إلى بعض الأفراد التي يعني بعض الأفراد من 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 مصادر الغيبة التي يفهم البعض منها على أنها غيبة، هذا قد يكون مستندا إلى بعض الروايات، وهذه الروايات لا يمكن قبولها مطلقا. لماذا؟ لأن البعض من هذه الروايات ربما ليس مقبولا، ولذلك ناقش البعض في أنه هل الغيبة يمكن أن تقبل بجميع هذه الوسائل، يعني بجميع هذه الآليات. الإنسان قد يغتاب بالقول، قد يغتاب بالفعل، قد يغتاب بالإشارة، قد يغتاب بالتعريف، سيعرف مثلا يريد يقول بأنه مثلا ليس متصفا بصفة سلبية مثلا متصف بهذا، فيقول الحمد لله كما أشار بعضهم، الحمد لله يا مثلا بأنني لم يجعلني كذا، بأنه ما يريد أن يعرف بهذا الشخص مثلا، الحمد لله الذي لم يجعلني مثلا جبانا، يريد أن يشير إلى جبن شخص مثلا بعيني وما شابه ذلك. فهذا يعد ماذا؟ يعد يعني يعد غيبة كما هو معلوم، ولكنه بطريقة ماذا؟ بطريقة التعريف، لأنه يفهم منه الكلام بطريقة التعريف، يعني بطريقة عرض الموجود، ولكن الإشارة تكون ماذا؟ لأمر يعني خفي كما هو معلوم. طبعا حتى هذا الكلام كما يعني يقول الشارح نحن كذلك ننزله كمنزلة الغيبة ونعطيه نفس الأحكام، ونقول عن الغيبة وعنه نفس الكلام أنه غيبة اصطلاحية. لكن هنا كلام يعني بين قوسين، أن الغيبة مطلقا ليست حراما، يعني ليست الغيبة مطلقا حرام، ليست الغيبة مطلقا حرام. لماذا ليست الغيبة مطلقا حرام؟ لأنه في بعض الأحيان قد يعني تفرغ الغيبة عن محتواها، يعني يكون محتوى الغيبة ليس يعني سببا للحرمة. لماذا؟ لعروض بعض الأمور التي يمكن ماذا؟ التي يمكن أن تخرج هذا المورد عن كونه ماذا؟ عن كونه حراما. من قبيل ماذا؟ من قبيل بعض الأوضاع التي تكون الغيبة فيها كما يقال جائزتان، أو كما يعبر عنها بموارد جواز الغيبة. طبعا كما قلنا في الدرس الماضي أن الغيبة هي ذكر شيء موجود، يعني ذكر شيء عن شخص يوجد فيه ذلك الشيء المذكور، يعني ذلك المذكور يجب فيه أن يكون موجودا في مرحلة متقدمة. ولذلك عد ذكر الإنسان بما ليس فيه أعظم حرمة وأعظم إثما مما يعني مما لو ذكر شيئا موجودا يعني موجودا فيه بالفعل. هذا أمر انتهى فيه الكلام كما هو معلوم بالنسبة إلى الغيبة. أما بالنسبة إلى الغيبة التي تفرغ عن محتواها، هذه كأنها ماذا؟ كأن الغيبة في بعض الأحيان تكون غيبة اصطلاحية بكل معنى، يعني بكل معنى الاصطلاح، ولكن الحرمة ليست ثابتة لها باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود أدلة تقول بأن حرمة الغيبة مشروطة بأن لا تكون كذا وكذا وكذا. هذه الكذا والكذا والكذا احنا نبحث عنها، لأن الإنسان عادة يبحث دائما عن ماذا؟ يبحث دائما عن النوافذ التي تفتح له المجال للحديث،
او مثلا للكلام عن الاخرين او ما شابه ذلك. فنحن دائما نبحث عن هذه الجوانب، والفقهاء بحثوا ذلك لا من جهة انهم يريدون ان يفتحوا للانسان الذي يريد ان يغتاب غيره مثلا طريقا للغيبة، لا، وانما كان ذلك بسبب ما ورد في بعض الأدلة من تخصيص أدلة حرمة الغيبة بما أشير إليه، يعني تخصيص أدلة الغيبة بما أشير إليه في الآصل الذي هو حرمة الغيبة، وإخراج بعض المصادر التي لا تنطبق عليها أدلة الحرمة بسبب الذي هو ماذا، الذي هو نصوص شرعية وردت عن مثلا عن أهل بيت العثمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على أن هذا الأمر لا يعد ماذا، لا يعد يعني غيبة. من هذه الأمور ما هي؟ من هذه الأمور في بعض الأحيان قد يأتي إنسان ليقول لإنسان كلاما يريد أن يستشيره فيه، فيقول له مثلا يعني أريد أن أستشيرك في هذا الأمر. من هنا قال البعض أن يعني قال الفقهاء طبعا بعض الفقهاء أن هذه من الموارد التي يصح للإنسان أن يعطي لغيره المشورة فيها، وإن استوجب ذلك ماذا؟ وإن استوجب ذلك كشف بعض الجوانب السلبية. لماذا؟ لأن هذا مما ورد في بعض النصوص أنه إذا كان الإنسان مستشيرا فإنه يعطى كل ما يطلب، سواء كان ماذا؟ سواء كان ذلك مستوجبا لكشف بعض المستور أو لم يكن مستوجبا لذلك. فإذا جاء الإنسان واستشار كما ورد ذلك يعني في بعض الأمور التي مثلا لعل الفقهاء المتأخرين لعله يذكرون ذلك، وهو مثلا مسألة الاستشارة خصوصا في زواج النساء، لأن بعض الناس عندما يستشار مثلا عن امرأة مثلا يقال مثلا لو أن هذه المرأة أريد أن تقدم إليها، فيستشار مثلا يعني استشار الإنسان. إذا استشير الإنسان فإن هذا المستشار يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يكشف مثلا مستورا من أجل ماذا؟ من أجل عدم وقوع الضرر الذي يتوقع وقوعه بسبب ماذا؟ بسبب عدم الذكر ذلك. وهذا طبعا لعله بعض الفقهاء المتأخرين يعني يحاولون أن يقيدونه بماذا؟ بتوقع مثلا وقوع ضرر، كما مثلا لو استشير إنسان في مثلا في الزواج من امرأة وهو يعلم أن هذه الامرأة مثلا ربما كان لها مثلا سيرة غير جيدة أو ما شابه، فطبعا هو يريد أن لا يقع هذا الزواج، فعليه ماذا؟ عليه أن يمنع هذا الزواج من خلال هذه المشورة، حتى ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال الإشارة إلى عدم الفائدة من مثل هذا الزواج، يعني بأي طريقة. طبعا هسه لعله احنا لعل البعض قد يعتقد أن مثل هذا يعني مثل هذا مثل هذه الاستشارة طريق ماذا؟ طريق للغيبة، لا، ليس طريقا للغيبة مطلقا، ولكن لو توقف فعل الواجب وهو فعل واجب يعني فعل الاستشارة يعني الاستشارة الواجبة على كشف تلك الجوانب السلبية، فإن الإنسان يكون عند ذلك معذورا في كشف تلك الجوانب. ولكنه لو كان يعلم بأنه هذه القضية يمكن له أن يفعل ماذا؟ يمكن له أن يفعل الواجب عليه دون أن يقع في كشف ذلك المستور، فبها ونعمة، لأنه الإنسان بدل أن يقول لشخص مثلا إم هذه امرأة مثلا كانت منحرفة فلا تقترب منها، أو هذه عائلة مثلا كذا، بدل أن يقول هذا الكلام يمكن له أن يقول بأنك إذا كنت ترغب مثلا في مثلا أولاد أصحاء فلا تقترب من هذه العائلة، يشير إلى ما يريد الوصول إليه هنا بطريقة أخرى غير الطريقة الصريحة. أو أنك لو خيرت أنا بين الزواج منها أو لا أقبل مثلا بأن أتزوج منها، لأنها ليست في المرتبة التي يعني تليق مثلا بشخص مثلي أو ما شابه ذلك من الأمور. ولكن لو توقف الأمر على أنه دفع الضرر عن هذا الشخص أو ما شابه هذا، يعني يتوقف، لأن هذا يعتبر نوع من أنواع الضرر، لأن الإنسان عندما يستشار إنما يستشار من أجل دفع الضرر ليس من أجل ماذا؟ من أجل المشورة مطلقا، لأن الإنسان إذا
وقع مثلا في زواج امرأة مثلا ليست صالحة ومثلا، هذا يعتبر من أعظم الضرر الذي يمكن أن يدخل على الإنسان المؤمن. ولذلك قالوا بأنه عندما يستشار الإنسان فإنه يجوز له مثلا أن يكشف الأمر، خصوصا إذا كانت هناك يعني عواقب وخيمة يمكن أن تترتب على مثل هذا الأمر. بعض الفقهاء المتأخرين يعني يشترطون مسألة الوقوع في الضرر، لأنه يعني المسألة يعني كما هو معلوم المسألة فيها مراتب. نعم، بعض المتأخرين الآن قد يقول ماذا؟ بعض المتأخرين قد يقول بوجوب الابتداء، لا أنه بوجوب ماذا؟ النور. يعني بوجوب الابتداء يعني أنا سمعت أن زيد يريد أن يتقدم من امرأة وهو لم يستشرني. إذا كان يعني الإنسان يعلم بأنه بوقوع ضررين قد يصل مثلا إلى حد القاتل أو مثلا وشابه ذلك مما يعني يحرم يعني وقوعه مثلا على الإنسان، تسبب في وقوعه مثلا بالسكوت، عند ذلك يمكن للإنسان أن يذهب مبادرا بدون أن يسأل، يذهب ويقول له مثلا سمعت أنك تريد أن تتزوج من هذه المرأة، لا تفعل، حتى يمكنه أن يعني يمنعه من هذا الزواج بأي طريقة حتى بدون أن يستشيره يعني بهذا الأمر. طبعا وهذا يشترطون فيه أن يكون هناك ضرر يتوقع حدوثه وهو ضرر غير يعني غير معفو عنه، يعني كما هو معلوم اللي هو قد يصل إلى حد القتل. هذا الأمر المورد الأول، أن الإنسان يستشار في أمره، وطبعا هو الأمور التي يستشار فيها الإنسان عادة هي أمور الزواج أو ما شابه ذلك. النوع الثاني أو القسم الثاني مما استثناه الفقهاء، طبعا وردت على رواية هنا كما أشارت يعني على في الزبدية، وهو أنه وردت في رواية عن الزواج. طبعا لعله احنا مثلنا بالنساء لانه الفقهاء مثلوا بالنساء، قد يكون التمثيل بالرجال ايضا، يعني انت امراه من اقربائي وتسالني مثلا اريد ان اتزوج بفلان، نفس الكلام اقول لا مثلا هذا لا ينفع، كنت تريدين مثلا اولادا مثلا اصحاء او مثلا كذا، او تريدين تقيمي عائله مؤمنه مثلا او طاهره فلا تقترب من هذا الرجل او ماذا، دون ان افصل لها ممكن. أما إذا لا وجدت أنه لا يمكن أن ترتدع إلا أن أذكر لها ذلك، عند ذلك أكون معذورا. هذا المثال لعله أنا أخذته من الطرف الآخر، لأن هذا المثال يذكره بالفقهاء المتأخرين يقولون أنه الاستشارة من جهة المرأة، لأنه إحنا عادة الرجال لا يسألون عن يسألون عن المرأة فقط. بس لعله من باب يعني العقلانية أن الإنسان لا يدخل العيوب، ولكن على كل حال الاستشارة إذا توقفت يعني إذا كان الأثر الاستشارة يتوقف على ذكر العيوب يجوز مباشرة تدخل العيوب، لأن بعض الأحيان الإنسان قد هو يتوقع، خصوصا وأنه بعض الأحيان قد يسأل الإنسان ويسأل إما في محضر شخص أو يسأل ما لا يسأل بطريقة شبه علنية أو لا، هو يتوقع أن هذا الشخص قد يتحدث مثلا، فهذا قد يكون المسؤول عنها من أقربائه أو من عشيرته أو من الذين يمكن أن يوقعوا الضرر مثلا به، فهذا الإنسان بدل أن يفصل بهذا الأمر لأنه إذا وقع الضرر عليه لا فائدة من هذه الاستشارة، لأنها تقع أساس الرغبة في الاستشارة أن يمنع من وقوع الضرر، وليس عليه من أنه يمنع الضرر عن غيره ويوقع الضرر مثلا على نفسه. ولذلك إذا كان الأمر يعني يوقع الضرر عليه فيمكن أن يتوسل بهذه الطرق الجانبية كما يقال، إما من أن يرسل رسالة أو مثلا يستنيب شخصا أو ما شابه ذلك، يبين هذه القضية بالطريقة التي تمنع هذا من الزواج أو تمنع هذه من الزواج من شخص مثلا ليس أهلا للزواج، ويحفظ نفسه مثلا من الوقوع في الضرر، لأنه بعض الأحيان مثل هذه الاستشارات ربما تؤثر سلبا حتى على المستشار لا على المستشير والمستشار يعني عنه يعني الذي هو متعلق بالاستشارة. خبرت هذا ما العلاقة؟ نعم بس هذا يعني هذا خطأ واضح أنه إحنا لا يقف في وجه الزواج، هذه قد تكون مثلاً في القضايا لها علاقة بالماديات، لها علاقة مثلاً بالقضايا الشكلية، بالقضايا الفنية كذا، أما بالقضايا اللي هي توقف عليها مصير هذا المجتمع كله يبنى عن طريق هذا الزواج.
فأنا أساهم في بناء المجتمع بطريقة صحيحة. فلعله وقد يقال بأنه إذا كانت إذا كان كل شخص مثلا لا يقترب من مثلا منكم امرأة أو كل امرأة مثلا مؤمنة لا تقترب من كل شخص منحرف، شوف كيف يعني ينصلح المجتمع. نقول لا لا، ليس الأمر بهذه الطريقة. نحن لم نجد يعني لم نجد مثلا أن صلاح المرأة المنحرفة أو صلاح الرجل المنحرف جاء عن طريق الزواج، لأن هؤلاء إذا كانوا يعني باقون على 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 انحرافهم، فإن الزواج في كثير من الأحوال كان ماذا؟ كان مخبأ، كان مكمنا لهم، لأن كثير من الرجال أو كثير من النساء هكذا يعتقد أن الزواج يعني مخبأ مثلا لممارسة مثلا ما يريد بطريقة يعني كما يقال بطريقة قانونية، لأنه المرأة إذا تزوجت مثلا لا تخاف مثلا من الوقوع في الخطأ، أو الرجل إذا تزوج كأنه ماذا؟ كأنه يأخذ حصانة كما يأخذ البعض حصانة بسبب الانتخابات، أو ضد أنهم يأخذون حصانة. فنحن عندما نجد أن الزواج ليس هو طريق إصلاح هؤلاء، فعلينا أن لا نقف مثلا مكتوفي الأيدي مثلا بوجه مثل هذه الاستشارة، وهذا أمر قد تترتب عليه أخطار في بعض الأحيان، ولكن الإنسان لا يعدم وسيلة. أنت لا تريد أن تقول ما عندك، لكن عليك أن تأخذ يعني تصل إلى هذه الغاية، وهي إيصال الاستشارة بطريقة أخرى غير الطريقة المتعارفة. ليس بالكلام، ممكن أن ترسل له رسالة، ويمكن أن ترسل له حتى الآن طرق الإرسال الآن أصبحت سهلة، الآن من طريق الموبايل الإنسان يمكن له أن يرسل، من طريق الإيميل يمكن أنه يرسل كلاما ويوضح له هذه القضية دون أن يبين. على أقل تقدير أسلمعه منعا تاما، ولكن على أقل تقدير ذاك الإنسان الذي هو يريد أن يتزوج أو تلك المرأة التي تريد أن تتزوج يعني يكون هذا مجالا للبحث حتى تبحث أكثر، ولعلها تكتشف القضية بنفسها أو يكتشف القضية بنفسه، وعند ذلك يمنع نفسه بنفسه، لا أنه يكون ذلك بسبب يعني أصل الاستشارة، ولكن الاستشارة قد تكون طريقا ماذا؟ طريقا للتأمل وللنظر والترتيب الزائد. ومثل هذه الأعراف التي تحدثنا عنها لا أصل لها، لأن هذا الأمر وقع يعني وقع كما ورد في بعض الروايات، وقع في بعض الكلمات حتى مع النبي عليه افضل الصلاه والسلام. على صحة، هذا النوع الاول، او هذا هو يعني المورد الاول الذي يستثنى فيه هذه العمليه، تكون غيبه، ولكنها غيبه ماذا؟ غيبه مشروعه كما يقال، لان الغيبه ليست محرمه مطلقا، انما يحرم منها ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن عن طريق يعني الاستشاره. الامر الثاني او المورد الثاني الذي تكون فيه الغيبة حلالا، أو مورد من الغيبة التي لا تكون فيه الغيبة حراما في تكون فيه الغيبة حلالا هي هذه، يعني الغيبة حلالا يعني الغيبة ليست الغيبة التي ولدت يعني ولدت الحرمة معها، هو ماذا؟ هو فيما لو كان هناك حالة من حالات الدعاوى، أو حالة من حالات يعني الاستدعاء مثلا في المحكمة. مثلا بعض الأحيان الإنسان مستدعى في المحكمة، وعندما يأتي إلى المحكمة سيجد أن بعض الذين يعني له عندهم يعني محاكمة أو له معهم محاكمة قد يأتون بشهود، وهؤلاء الشهود يشترط فيهم ماذا؟ يشترط في هؤلاء الشهود أن يكونوا عدولا كما هو معلوم، لأننا نعتقد أنه كما هو معلوم أن البينة التي يحتج بها على الإنسان أمام القاضي يجب أن تكون ماذا؟ يجب أن تكون هذه البينة بينة شرعية، والبينة الشرعية باعتبار أن القاضي إذا جاءه مثلا بأشخاص يبدو عليهم الصلاح، وأنت تعلم بأنه ليسوا كذلك، ليسوا صالحين، فإنه يحق لك ماذا؟ يحق لك أن تزرعهم، يعبر عنه ماذا؟ بجرح الشهود. حتى على جرح الشهود قد يقال بأنه هذا يعني ما هو مبرره، هؤلاء يعني لا علاقة له بهم، تقول بأنه يجوز شرعا مثل هذا الأمر، لأنه ماذا؟ لأنه أساسا المجيء بالشهود أساسا الهدف من مجيء الإنسان بالشهود إما ليثبت مثلا حقا ماليا، أو مثلا يثبت مثلا
زواج شخص من امرأة، أو مثلا ليدفع مثلا حدا عن شخص، أو ليثبت حدا على شخص مثلا كما هو معلوم، لأن هذا الشهود يؤتى به من أجل ماذا؟ إما لإثبات حد أو لإثبات مال لشخص، أو لدفع مثلا لإثبات مثلا بضع مثلا كما يعني يعبرون، يعني زواج شخص من امرأة أو امرأة من رجل وهكذا. فإذا هذه الأمور اللي هي الأموال واللي هي الأعراض واللي هي النفوس، إذا كانت بسبب هذه الشهادة تنتهي، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر ماذا؟ قد أمر بأن لا تبقى هذه النفوس وهذه الأعراض وهذه الأموال في معرض التلف بسبب ماذا؟ بسبب وجود بعض الأشخاص الفاسقين المنحرفين الذين يمكن ماذا؟ يمكنهم أن يشهدوا على أي شيء، حتى يدفع لهم لا يدفع لهم، يأتون في يعني باحتراف لا يأتون باحتراف، يأتون هكذا تطوعا صداقة أو ما شابه ذلك. هذا كله يعني يسمح للإنسان الذي تقام عليه دعوة أو يحاولون أن يأتوا مثلا ببين على أخذ ماله أو على نفي زوجيته أو على قتله أو ما شابه ذلك، كل ذلك يزوج له أن يجرح بهؤلاء الشهود. يعني يجرح بهم ماذا؟ إذا كانوا فساقا وقد روج على هذا القاضي أنهم ليسوا كذلك، فإنه يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يبين حالهم فيقول لهم ماذا؟ فيقول لهم يعني يقول عنهم بأنهم ماذا؟ ليسوا عدولا. هذا ليس عدولا بعد واضح أنه ليس عدولا، دعنا أنهم فاقدين العدالة. هو يكشف عن تلك يعني تلك الأمور التي حصلت، ونحن على كل حال ماذا يصنع الإنسان؟ لأنه ليس له طريق للوصول إلى مثل هذا، ليس له طريق للوصول إلى هذه القضية إلا هذا الأسلوب. فعند ذلك يكون ماذا؟ عند ذلك يكون هذا الأمر يعني سائغا بالنسبة إليه ولا مشكلة في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكنه أن يحفظ لا يمكنه أن يحفظ مثلا هذه الأموال، ولا يمكنه أن يحفظ الأعراض، ولا يمكنه أن يحفظ النفوس إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال هذا الأمر. فعند ذلك يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يطعن بهذا الطريق، يعني هو يعني مضطر لأن يجرح بهؤلاء من أجل ماذا؟ من أجل حفظ المال وحفظ النفس أو حفظ العلم. هذا هو المورد الثاني، أن يأتي للإنسان شخص آخر أو يؤتى مثلا في قضية ويكون هذا الشخص مطلوبا للعدالة، أو يكون مثلا ليس مطلوبا للعدالة وإنما هو صاحب دعوة على شخص ويريد أن يثبت ماله أو يثبت مثلا ملكية بيته أو ملكية مثلا بستانه، فيأتي شخص ليدعي أنه قد باعه مثلا هذه عن طريق بينة ماذا؟ بينة غير شرعية مثل هذه البينات التي أشرنا إليها. فيجوز له حين ذاك أن يقول بأن هؤلاء أشخاص ليسوا عدولا، ولا يمكن مثلا أن يحكم على أمواله أو على مثلا عرضه أو على نفسه بمجرد ماذا؟ بمجرد شهادة من مثل هذا النوع، ويجوز له ذلك كما هو واضح، يجوز ذلك له شرعا. بعد ذلك سنأتي إلى بيان الموارد الأخرى والذي هي من قبيل التظلم، لأن التظلم هو يعني تفصيل، لعله شيء من يعني التفصيل الذي ورد في بعض الكلمات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.